اوكي طيب، انت كنت بتحكي انه انت كتبتي بروبوزل، انا ممكن كتبت تعيدي لي بروبوزل، حكيتك. كتبت بروبوزل على تاسك تانية في مجال السكرابينج، بس تمام، ما اجاني رد عليها. هدول اللي انا طلبتهم منك، ما ليه لا ما كتبتي لهم؟ مش عارفة. عملت سيرش على ايه، تاسك تانية خلينا نحكي فقلت بشكل محدد، يعني انه حاسه انه انت مش قادره تسويهم، او السكيلز المطلوبه مش موجوده عندك، يعني شو السبب؟ مش بالنسبة للتريننج. بالنسبه يعني انا في اديتكم ثلاث، في شو اسمه، في بروبوزال انا كتبته، تمام، فبالتالي خلص هذا، يعني انه يعني في تو لينكس انا بعثت لكم اياهم على الواتساب جروب، وكنت طالب ان انتم تكتبوا بروبوزل، لانه انا حاكتب بروبوزل ونشوف كيف، يعني انه اقيم البروبوزل تبعكم. لا والله أنا ما اطلعت عليهم يا دكتور، يمكن أنا المحاضرة اللي فاتت ما كنتش كتير مركزة، فما مش فاكرة يعني، نسيت الموضوع، مش إنه ما كنتش كتير مركزة في المحاضرة فما تبعتش، فصرت أعمل سيرش على تاسك أنا بقدر أشتغل عليها، وأخذت اللينك تبعها على أساس أعرضها عليك. ماشي، ما هو في المحاضرة الماضية انه احنا كتبنا بروبوزل، وورجيت صحيح. يعني بعض المهارات انه كيف انه احنا نكتب صحيح. بروبوزل، فعشان هيك انه كويس انه انت ترجع تتفرج عليها. يعني هو دكتور كمان تقريبا انت ما حددتناش ان هي تاسك يعني لازم نعملها، عشان هيك يمكن احنا تهولنا في الموضوع. مش عارفة إيه؟ انا ما ركزتش كتير وانا في لا ما الكلام، حددتناش يمكن انه تاسك يعملوها يعني نناقشها المحاضرة الجاية. دعاء الصوت كتير بعيد، ما سمعتش انت شو بتحكي. بحكي انه يعني ما حددتناش ان هي تاسك لازم نكون عاملينها، يعني انت قلت لنا اطلعوا يعني عليهم زي تاسك. assignment يعني. ما كانش assignment او شيء، عشان هيك يمكن احنا تهولنا في مش الموضوع. عارفة أنا مركزتش كتير في لا 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 فما انا كنت مركزة بس ما سمعتش انها هي يعني تاسك لازم نعملها ونكون مجهزينها. اوكي طيب، هو لازم انه انتم تكتبوا، وانه انا اصححكم الاخطاء تبعتكم انه كسامبل بروجكت، لانه احنا مطلوب منا نشتغل على بروجكت على الفريلانسنج، فشغله ضروريه، فبدي اياكم تتنشطوا معايا شويه. طيب ناهد، ممكن انه انت تنسخين البروبوزال اللي كتبته في ايوه السكرابينج انا كتبت. ماشي، التاسك اللي انت عملتيها، ايش بدي اياك تعملي؟ مستند وورد الان حاليا، وتحطي فيه اللينك تبع البروجكت، وتحطي فيه الديسكريبشن تبعه برضه في ملف الوورد، وتحطي البروبوزال اللي انت كتبتيه برضه في هذا الملف، وتبعتي لي اياه الان عشان انا حفتحه، تمام عبال ما اراجع اللي ارسلته اسيل. خلاص تمام، ولا يهمك دكتور ان شاء الله. طيب أسيل أرسلت أنه هذه هي الجوب المطلوبة، هو بده develop a Python program to classify and predict intent of questions. عارفة الـ intent of questions يا أسيل؟ تمام طيب اوكي، لا لا ما فيش داعي انه انت ترجع تكتبيهم، خلاص اوكي مش مشكلة. الانتنت في الكويشن للجميع، انه على سبيل المثال انه انا ممكن يكون السؤال انا عندي كيف الطقس في مثلا، في كيف الطقس في لندن، فبالتالي انه يفترض انه في الناتشورال لانجويج بروسيسنج انه يكون في عنده القدره انه يعلم هذه as intent، انه انا بسال عن الطقس، تمام، وانه هذه عباره عن city، انه هذا انه انا بسال عن weather، حاله الطقس اللي هي درجه حراره ورطوبه ورياح وكل هذه الامور، وهذه عباره عن city، فبالتالي هنا في الانتنس انه يعني إنه هو بفهم إنه أنا بسأل عن الطقس والمدينة، يعني مثلاً ممكن أنا أغير المدينة هنا وأحكي مثلاً في أمستردام بهذا الشكل، فبالتالي هو بفهم إنه أنا بسأل عن الطقس، وهنا بيقدر إنه يحدد إنه هذه مدينة. لقيت هذا السؤال في له عدة أجوبة، والأجوبة هذه كلها يعني ممكن يكون إنه السؤال مختلف،
زي هيك ممكن أن أسأل بهذا الشكل وأحكي كيف الطقس اليوم في أمستردام بهذا الشكل، أو إنه ما هو طقس اليوم في لندن بهذا الشكل. فبالتالي كل هذه الأسئلة إنه في الانتنت، فبالتالي مطلوب انه نعمل كلاسيفاي وبريدكت للانتنت. الانتنت انه في لها ليبل انه بروح بيعلم على كل كلمه من هذول الكلمات، انه مثلا يفترض انه هو يعمل بريدكت انه لندن عباره عن مدينه، امستردام مدينه زي هيك وهكذا، تمام. وهنا كيف، انه هذه عبارة عن كيف وهي نفسها انه ما هو، هذه عبارة عن أداة استفهام. وهنا الطقس اللي هو عبارة عن الطقس اللي هو يعني حرارة ورطوبة ورياح مثلا بهذا الشكل. فبالتالي كل بدي أقطع الكلمات زي هيك وإنه ألف على كل كلمة وإنه أحاول إن أعملهم بريدكت في هذه التاسك. طبعا هذه ماشين ليرنينج بروبلم، لأنه بيكون إنه الانبوت عبارة عن جملة والاوتبوت عبارة عن الجملة مع تاج زي هيك. فإنه I have a label data، مادام الداتا موجودة خلاص نقدر نبني ماشين ليرنينج موديل. The classifier should predict two classes listed in the training data given a question. طبعا انه هنا في شغله كثير يعني مريحه في الموضوع، فحكى انه feel free to leverage any open source library، انه انت ممكن تستخدمي اي open source library انه بحيث انه يتحسن النتائج اللي عندك. والdeliverables مطلوب اللي هو الجوبيتر نوتبوك، بيحتوي على الكلاسيفاير وبيحتوي على الفيت والبريدكت والموديل ايفالويشن وكل هذه الامور. طبعا وان بيج بتحتوي على الراشونال فور يوزنج ان ال بي تكنيك، بيشرح التكنيك اللي انت استخدمتيه هنا. وهنا الكوندا او البيب ريكويرمنت للسورس، هذه انه جافا او بايثون، software architecture statistic machine learning. هذا بخصوص البروبوزل اللي كان عند أصيل. اوكي، بخصوص البروبوزال كاتبه اسيل: ماي نيم از اسيل وذ 2 ييرز اكسبيرينس ان داتا ساينس اند ماشين ليرنينج. اي جراديويتد فروم سكول وذ ذا فيرست ديجري، وركت هارد تو امبروف ماي سيلف. اي كان يوز ماني مودلز لايك بري تريند موديل بيرت ار ان ان. اوكي، اي هوب ذات فروم هير فروم يو سون. في عدة مشاكل في البروبوزل تبعك، مش مشاكل يعني صح التعبير، يعني في بعض النقاط انه انا بدي اعلق عليها، انه يفترض عادة انه انت لما تكتبي بروبوزل انه يكون يعني انه انت تورجيه فعلا انه انا في عندي مهارة او انا في عندي تكنيك معين. الان لما انت بتحكي هنا انه I graduated from school with the first degree، هذا اوكي، هذه شغله كويسه، ولكن في الفريلانسينج ما بدوروا على الشهادات. يعني انا بدور على المهاره، ما بدور على الـ على الـ على الشهادات. وهذه شغله كثير
مهمة إنه إحنا نفهمها، إنه أنا يعني في عندنا طلاب كتير في مستوى ثالث ومستوى رابع وبيشتغلوا كفريلانسرز، وما في حدا بيسألهم بيقولوا لهم إنه أنت شو خريج أو شو دارس أو ورجيني الشهادة تبعتك. الكل بيحكي وين المهارة تبعتك، فبالتالي أنت ما أبرزتي المهارة تبعتك، إنه لا في لينك للكاجل ولا اللينكدين ولا أي ولا جيت هاب حتى، فبالتالي إنه هو شو بده يعمل في الفيرست ديجري اللي انت جبتيها في المدرسه حقيقه فعليا يعني، تمام؟ وانت اشتغلتي هارد تو بروف يور سيلف ان ذا ماشين ليرنينج فيلد، اوكي هذا كلام، بس كيف ممكن انه انت يعني انه انت تبرزي هذه الشغلات؟ يعني زي ما شفت البروبوزال اللي كتبته المره الماضيه، كتبت فيه انه انا في عندي خبره في كذا وكذا وكذا، وانه انا اشتغلت في كذا، فالان بدي احاول اكتب بروبوزل لهذا شو اسمه ونشوف الفرق. تمام اوكي، فخليني اشغل الوورد. هلو، تمام. ممكن انه انا احكي انه بشكل عام I have a good I او ممكن بديش احكي انه I have I worked on so many NLP projects on Kaggle platform انه انا ممكن ابين كمان انه انا فاهم انه انا مدام انه انت عندك annotated data، فبالتالي انه ممكن انا اسأل على البيانات تبعتي، انه هذه بدي اخليها point هنا size of the data، تمام؟ وهنا بدي احط links لإلي اللي هو الكاجل والجيت هاب واللينكدين. حكيت مشاريع الـ NLP اللي أنا اشتغلتهم على الكاجل، ممكن أن أنا أحطهم هناك. يعني أنتم اشتغلتوا بعض مشاريع الـ NLP فيما يتعلق، أعتقد أنه عندكم أو عندك ياسيل مشروعين على الأقل، اللي هو مشروع الـ Sentiment Analysis ومشروع الـ Text Generation. والـ Text Generation أعتقد أنه في عندك two kernels، وبالتالي في عندك three projects في Natural Language Processing. أوكي، وهنا ممكن انه انت تحكي انه شو بدك تسوي الان، بما انه انت كملي الرساله بتروحي على جيت هاب، تمام؟ جيت هاب وبتشوفي ايش في مكتبات الانتنت كلاسيفيكيشن، انتنت كلاسيفيكيشن. ف بلاقي انه في مكتبات كتيرة، في عندي 67 public repository، هذا مثلا انه هذا اللينك انا بتطلع هنا بتطلع انه هذا عبارة عن NLP project بالاضافة questioning answering، وهنا intent classification محطوطة كtopic. هذه التاجز مفيدة جدا عشان اتصفح المشاريع اللي على الجيت هاب. فالان لما اجي افتح هذا شايف اليو ار ال هنا انه github/topics/questioning answering، فهنا بروح بجيب لي كل المشاريع اللي محطوط فيها تاج questioning answering، بروح بجيب لي اياها، تمام؟ طبعا ممكن انه انا هنا اصنفها البيست ماتش او الموست ستار او يعني حسب، او اللانجويج ممكن انا افلترها انه انا بدي بس البايثون. اوكي، هنا أنا البي تشاينيز كوربوس أو هذا مشروع حلو جاب لي أول واحد اللي هو ديب بابلوف. أوكي، وفي عندي التاج الثاني أو التاج الثاني اللي موجود في المشاريع اللي هو الانتنت كلاسيفيكيشن، أيوه جيت هاب توبكس انتنت كلاسيفيكيشن، تمام؟ فهي جاب لي ديب بابلوف، وفي عندي هنا سنيبس ان اليو stands for natural language generation، هي محطوط هنا. هي SNPs Python library to extract meaning from text.
وهنا رازا تشات بوت، لأنه هذا الموضوع له علاقة بالتشات بوت. هذا التكنيك برضو مستخدم في التشات بوت مالتي تاسك ان ال بي. اوكي، وهنا مستخدم الترانسفورمرز، هذا يعني هنا مستخدم الترانسفورمرز، وانت عندك معرفة الترانسفورمرز يعني اوريدي. اوكي، فممكن تتصفحي بعض المشاريع. يعني واضح جدا انه البافلوف انه في عنده اكثر من 4700 ستار، و well documented، واضح جدا انه هو well documented، انه documentation انه كثير. هاي الديمو الموجوده هنا، تمام، وهي التوتوريال موجوده هنا. فبالتالي انه وهي مستخدم بيرت مالتي تاسكينج بيرت، يعني انه هنا برضه كذلك انه البيرت في له علاقه في موضوع انه مستخدم البيرت الاوتو ام ال ام ال الاوتو ام ال الاوتو ماشين ليرنينج الانتجريشن، انه ممكن انه يعملها انتجريشن مع تيليجرام مع اي شغله. بورجيني هنا كيف نعملها انتجريشن، فهو فعلا انه ويل دوكيومنتد. حتى انا هنا بدي اعمل له ستار عندي. اوكي، فممكن انه انت تدي له لينك وتقولي له انه انا اشتغلت على هذه اللايبرري، تاخذي لك يعني حوالي ساعه زمان انه انت تقراي على اللايبرري هذه وتشتغلي على الاكزامبل. لاحظي انه هنا في الاكزامبل، هنا لما اجي افتح انه هاي توتوريال اكزامبلز، وهي يعني موجوده على الكولاب. هي توتوريال واحد سنتنس كلاسيفيكيشن، هنا بيرت ترانسفير هايبرد بوت. هذه انه توتوريال لسمر سكول، ممكن انه انت تمري عليها زي هيك، فبالتالي انه انت بتاخذي فكره وتقولي له انه اوكي انا عندي فكره كيف انا ممكن اعمل لك التاسك مثلا في شغله زي هيك. مهم جدا انه الكلاينت يعرف انه انا بعرف اسوي زي هيك، عملت شغله زي هيك، او عندي القدره انه انا اسوي شغله زي هيك. فبروح باخذ هذا الكلام، هذه اللايبرري، وبروح انه انا بكتب انه and worked on، يعني somehow، يعني انه يعني انت ما بتكتبي بطبيعة الحال، لانه انت بتحكي انه يعني انه انت اشتغلتي عليها، يعني at least انه انت قضيتي ساعة من الزمن وانت بتتصفحي التوتوريال، وانه انت بتجربيها على الكولاب وهذا الكلام زي هيك. لحظة، اوكي، deep bav love library، تمام، for similar tasks. ممكن انا احط له هنا اللينك تبعها زي هيك. اوكي، بالتالي انت بتحكي، انت بتورجي له انه اللينكس للكاجل بروجكت. طبعا هذا الكلام انه يعني لمعظمكم انه يفترض يكون في عندك هنا ثلاثه لينكس، تمام، اللي هو اللينك تبع سنتمنت اناليسيس، واللينك تبع تبع التكست جينيريشن. اعتقد انه في تو كيرنل، تمام. وي اوكي اند اي كان بيلد ا ماشين ليرنينج موديل فور يو. فهنا انه for you. اوكي، ممكن ننتقل الان لجزئيه انه انا بدي احط الكره في ملعبه. انا يعني انا بحب اخذ واعطي مع الكلاينت، فممكن انه احكي له انه what is the size of your data. هيك انا ببين له انه اوكي الداتا انه is enough when build machine learning model on the data and from the data. إذا كانت the data set small فممكن أحكي له لا، يعني إنه small، لا بدي إنه يعني هل تقدر إنه أنت توفر بيانات أكثر، تمام. وهنا can you show me a sample of your data. هيك
أنا فعلا ببين إنه أنا في عندي الخبرة، ورجيني كيف شكل البيانات اللي عندك، يعني إنه من خلالها أنا بقدر أحكم أكثر إنه أوكي بقدر إنه أنا أشتغل عليها أو لا. فهو بحس إنه أنا في عندي some level of experience، فبالتالي إنه بياخذ الكلام اللي أنا بحكيه أنا عندي أو ألف البروبوزال تبعي بعين الاعتبار. تمام، إنه based on the data on the sam on the data sample I can provide with my steps to achieve the project. اللي أنا بقصد فيه هنا اللي هي إنه رقم واحد إنه pre-process data، رقم اثنين مثلا clean data. طبعا أنا من شوفتي للبيانات أنا بحدد إنه هي بدها clean بدهاش clean زي هيك. What is the size of your data? Can you show me a sample? أكيد في لازم علامة استفهام. أوكي، إنه clean the data وإنه هاي زي هيك. فبالتالي إنه أنا بكتب له الستيبس محددة، هيك بعرف إنه والله إحنا في المشروع أنا عارف الخطوات اللي أنا بدي أسوي لك إياها بالضبط يعني. فبالتالي إنه هي مثلاً إنه please have a look at my Kaggle projects. تعطي له هنا الثلاثة links. أنا بفترض إنه أنتوا يفترض إنه أنتوا تعملوا LinkedIn profile كذلك، إنه LinkedIn إنه كتير بيعطي بيجي من خلاله شغل كتير، فممكن تحط الرابط تبع LinkedIn. ولو عندك GitHub جمعت فيه كل المشاريع اللي أنت اشتغلت فيها في 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 فترة التدريب برضو كذلك، إنه أنت بتحطيها زي هيك. تمام، وهنا إنه أنا بفتح المجال لإله إذا هو في عنده أي استفسارات. Please let me know if you have any questions. تمام، or concerns. وهنا best regards، وهنا مثلا ممتاز أو أصيل الشورى. أوكي، أعتقد إنه أنت لما تحط التوقيع تبعك هيك it's better than إنه أنت تبدي الافتتاحية الرسالة تبعتك إنه تقولي له إنه مرحبا أنا أصيل وأنا خريجة وجبت الأولى على الدفعة أو شغلة زي هيك، يعني إنه لا مش بروفيشنال. اوكي، فالان انت بتخلص التوقيع تبعك زي هيك، وهي انه البروبوزل هذا بشكل عام. بتلاحظوا انه الفرق بين البروبوزل هذا، خليني انه انا احطه احفظه عندي. تلاحظوا انه هنا هذا البروبوزال مختلف عن هذا البروبوزال. تمام، طبعا هذا كلام حسب التاسك، انه ها I have a good experience in R&M with TensorFlow and I am good in teaching as well. هذا لانه تدريب اختلف عن هذا. تمام، فبالتالي انه انا ابرزت له الامور هاي بهذه الطريقه.
طبعا هذا الكلام أنا ممكن أدققه كذلك في باستخدام الجرامرلي. الجرامرلي ممكن أنه أنزله كبلاج إن في الوورد، لكن ممكن أنه أشتغل عليه أونلاين. فبالتالي هنا بعمل إنه new document، وهي التايتل NLP intent classification. هنا بعمل Ctrl V. تمام. طبعا هنا بساعدني في شغلة كثيرة، إنه أنا بحدد الأودينس تبعي، انه عندهم يعني نوليجبل، يعني عندهم معرفه، ولا جنرال ولا اكسبرت. بطبيعه الحال انه الكلاينت مش اكسبرت، لانه لو كان اكسبرت كان ما طلب فريلانسر انه هو يشتغل له الشغله هذه. فممكن انا احطها جنرال او نوليجبل، نوليجبل او جنرال. تمام. اما الفورماليتي انه يكون النص تبعي فورمال، انه ممكن اختاره انه يكون فورمال. تمام. فبالتالي انه يعني بس بختار انه اللغه تبعتي انه تكون انه فيري ستاندرد. تمام. وانه ممكن اختار انه البزنس ايش هو، عباره عن اكاديميك او الدومين ايش هو، اكاديميك ولا بزنس ولا ايميل ولا كاجوال ولا شغله زي هيك. فاعتقد انه هذه الشغله موجوده في البريميوم، فبالتالي ما عنديش خيار الا انه اختار جنرال. تمام. وهنا التون انه ممكن انه هو حيقترح لي. تمام. ممكن اختار انه انا واحد confident من الشغل تبعي. تمام. وخلينا نعملها formal، وخليه انه هو واضح انه هو عنده knowledge، لانه هو حكى intent وحكى annotated. فبالتالي انه بخليها زي هيك، بخليهاش انه general. تمام. بالنسبة للإنتنت إنه هنا convince، الإنتنت اللي هي إيش ال إنه أنا بخبر قصة، إنه بخبره إنه إيش صار مثلا. طبعا أكيد بطبيعة الحال لا. convince أنا بدي فعلا إنه أنا أقنعه. describe لو مثلا نحن اشتغلنا في مشروع ويطلب مني إنه أنت كيف عملته مثلا، already إحنا عندنا contract، فممكن إنه هنا describe. الانتنت تبعت الانفورم هنا انه انا لو بدي اخبره مثلا او اطلب منه شغلات معينه او اعلمه بشغلات، فممكن اختار انه هاي النبره او هذا الانتنت. فبالتالي انه هاي طن. وعلى هذا الاساس شايفين انه ذا كاجل، فبالتالي انه هذه ذا كاجل بلاتفورم. شيل الكوما لأنه يعني مش لازمة. وهذه دي بافلوف، هذه عبارة عن هنا NML مش AML موديل. هو فعلا إنه زي هيك، لأنه الأم هنا كفاول إنه تنطق أم أ أم زي هيك. فبالتالي هنا NML هي هذا الكلام، إنه هو فعلا. فبالتالي واضح إنه هو ما اقترحش علي أي شيء، عشان هنا إنه clarity very clear correctness إنه one alert. بس عشان الديب بافلوف إنه هي عبارة عن اسم المكتبة. تمام. إنه ال engagement إنه very engaging، حط اللي صح. تمام. delivery just right. وفي شغلات في البريميوم إنه هو بيظهر لي إياها بس مش موضحة. يعني طبعا هذا الكلام إنه حسب الجول تبعي. تمام. طبعا هنا بفحص البليجرزم، لانه يعني هذه بتكون مفيده جدا، لانه في بعض الاحيان انا ممكن انا اقتبس شغلات او انسخ شغلات من النص. طبعا انا ما سويت هيك، يعني انا كله كتبته هذا بنفسي. فالان انه الكتابه اللي انت بتاخديها من الانترنت وبتحطيها عندك في البروبوزل، هذه بتسبب فعلا مشكله، انه في بعض الاحيان انه النص اللي انت ما بتنسخيه ما بي 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 بيكون مناسب جدا للبروجكت هذا. فبالتالي انه بفحص قديش نسبه التشابه
اللي موجودة هذه برضو بريميوم، فمش هقدر إنه أنا أستخدمها. أوكي، في على أي حال إنه بتصور إنه هنا الـ overall score 96 من 100، فبالتالي إنه أوكي النص هيك ممتاز. بعد ما عدلته ممكن أنسخه تاني وأرجع هنا. أوكي هنا خليني أخذ التايتل برضو عشان برضو بدي أحفظه، أنا عندي كسامبل للبروجيكتس اللي أنا بدي أشتغل عليها. أوكي طيب، هيك أنا بتصور إنه لا هي مش نفس الـ named entity recognition، لا هو يعني في الـ intent إنه ماشي. معرض الأعمال هو موجود، يعني خليني أجاوب هذا السؤال في الأول، ولكن إنه الكلاينت عادة إنه لما تورجيه له إنه specific projects إنه related للموضوع هذا، يعني أنا في معرض الأعمال تبعي إنه فيما بعد حيكون أنا في عندي أعمال كثيرة، تمام؟ فهو حيضل يدور، يعني أنت هيك بدك إياه يسوي، يعني أنت عندك 10 أعمال في معرض الأعمال، بدك إياه يدور على 3 لينكات في معرض الأعمال؟ لا لا، هذا مش كلام صحيح. لأنه يعني عفوا زي انه انا مثلا عندي محل، تمام، واجا انه محل ملابس مثلا على سبيل المثال، واجا الزبون حكى انه انا بدي مثلا انه بدي قميص مواصفاته او لونه كذا 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 كذا، فممكن انا يعني انا ممكن احكي له انه في موجود، وانه راح اجيب له اياه بشكل مباشر، وراح اقول له روح اطلع فوق في الطابق اللي فوق دور زي ما بدك. لا ما بيصير. فبالتالي انه ما بخلي انا الكلاينت يدور على 3 لينكات بين 10 لينكات، بدي له اياها مباشره. فعشان هيك انه يفضل انه انت دائما انه انت تتبع هذا الاسلوب، انه انت تدي له لينكات لاعمال مشابهه للشغله اللي هو طالبها، ان وجد طبعا ان وجد. الان النيمد انتيتي ريكوجنيشن هي مشابهه، فعلا مشابهه، لكن النيمد انتيتي ريكوجنيشن مختلف، التاجز تبعتها مختلفه عن الانتنت. الـ named entity recognition إنه أنا بحدد إنه هذه عبارة عن اسم organization، هذا location، يمكن التشابه بينها وبين الـ intents إنه هذا عبارة عن location. عشان هيك كويس أنت تروحي تقولي هنا تعملي intent example. لا هذه اكزامبل انه اوكي ان ال بي ان اكزامبل انتنت كلاسيفيكيشن. انا بتصور انه هنا يفترض انه يكون في اكزامبل. هذه على فكرة بالمناسبة إنه منصة بتورجي أنا كيف أشتغل عليها. طبعا هي بتختلف حسب الدومين، يعني هذيك إنه I am a photographer and work with significant amount of raw files, what kind of storage do you offer؟
Okay, is it lifetime membership? For the right price, I would love to purchase cloud storage. تمام؟ With intent classifier, تمام؟ لازم إنه نقدر بسهولة نحدد الكويري مع يعني عشان إنه إحنا نعمل user interaction ونعمل category إنه هذه عبارة عن purchase intent. معنى ذلك إنه هذه الجملة كلها إيش الانتنت تبعها؟ purchase. ليش؟ لأنه هنا هذا كلام كله يعني أوكي، يعني هو عبارة عن إنه تعريف إنه هو إيش طبيعة شغله ومين هو، تمام؟ وهنا إنه I would love to purchase a cloud storage، فبالتالي إنه هذا عبارة عن purchase. الآن ممكن يجي intent تاني زي هيك إنه أنا I need information، وهنا ممكن يجي intent ثالث إنه asking help. متخيل معايا الأمر كيف؟ يعني على سبيل المثال أنا في عندي chat bot للشركة، تمام؟ وبيجيني إنه الchat bot هذا زي للدعم الفني، إنه بيجي كذا واحد إنه كتب لازم أنا أصنف السؤال تبعه إنه هذا بيطلب مساعدة ولا بسأل عن معلومات إنه إيش الأسعار اللي عندكم ولا إنه هو بده يشتري عشان أعرف وين أوجهه. هذا هو المقصود بالintent classification. فعشان هيك أنت لما يعني تقولي له إنه ورجيني سامبل من البيانات، تمام؟ أكيد إنه هو بيكون واضح إنه كيف شكل البيانات وكيف إنه يعني زي هيك. هذه يعني أمثلة يعني إنه مثلا في الجملة هذه إنه يعني ممكن إنه بالمناسبة الجملة الواحدة تكون فيها أكثر من intent، أكثر من class label. يعني الجملة الواحدة إنه هو طالب معلومات وبده مساعدة مثلا، وطالب وفيها إنه intent يعني purchase intent، إنه هو في عنده نية إنه هو يشتري. فهذا يعني فهذا باختصار، يعني هو مش باختصار، يعني أنا في الحقيقة وسعت يعني بطريقة ما في كتابة البروبوزل لهذا وفي شرح موضوع الانتنت كلاسيفيكيشن. انتوا حيمر عليكم بروجكت مش بالضرورة انه احنا يعني اخذناها، بدكم تفكروا في الموضوع as a machine learning problem. في المشين ليرنينج حدد ايش هو الانبوت وحدد ايش هو الاوتبوت، خلاص المشكلة انحلت. فبالتالي هنا في الانتنت كلاسيفيكيشن الانبوت عبارة عن جملة والاوتبوت عبارة عن انتنت. فهذا يعني عبارة عن زي sentiment classification أو زي movie review classification، نعملها classify as positive or negative. فبالتالي إنه هذه تاسكات إنه أنتم ممكن فعلاً إنه أنتم تشتغلوا عليها. يعني على أي حال إذا كان في عندك القدرة يا أسيل إنه أنت تعدلي البروبوزل تبعك، ممكن إنه أنت تأخذي هذا الملف، تمام، او هذا شو اسمه، وتعدلي عليه وتحاولي انه انت ترسلي له اياه. تمام. الان رجع سمية اسيل، موجوده اسيل؟ تمام، أوكي. نرجع لنهاد. نهاد يفترض إنه هي جهزت الملفات. ناهد أو نهاد، أنا مش عارف، بتلخبط في الاسم، معلش. ناهد، ناهد سامعاني؟ جهزت الملف؟ آه معك يا دكتور. ناهد مش نهاد. أوكي. ألو. جهزت الملف؟ أنا بعته على الواتس، بعته على الواتس، ما على الشات بحكي لي ما فيش. على الشات حكى لي إنه ما في الشبكة، ليش مش عارفة؟ طيب هذا اللينك تبع البروجكت description web scraping scripts and utility posted. okay scraping the following
زوك دوك اللي هو دكتور نيم دكتور فوتو ان بي اي. اوكي هذه بده من المعلومات. هذا السايت بده من سايت معين اسم الطبيب وصورته والان بي اي ايش هي؟ اللي هو الرقم التعريفي له. تمام اوكي خليني اشوف Number Identifier. خليني امسح امسح شكله انه رايح على الوظيفه. اوكي هذا اللينك تبع البروبوزال يا ناهد، ما هو مش اللينك تبع البروجكت. مش عارفه ما لقيتهاش، بس الديسكريبشن موجود تحت، هو بنفس ال ماشي اللينك تبع البروجكت الديسكريبشن تبع البروجكت هيو انه سلاش جوب والتايتل تبع الجوب والاي دي تبعها زي هيك، هي هذه انه سلاش جوب سلاش كذا، يعني مش انه اللينك تبع البروبوزل تبعك. اوكي فاهم عليك. على اي حال مش خلاف، مش معطي الويب سايت نفسه، هذا الويب سايت اللي هو زوك لو فتحته دورت. فتحته يعني زي هذا الطبيب مثلا، هو اعتقد انه بيوجد اقرب طبيب لك، او هيك فكرته طيب الموقع بالضبط. هو بده اسم الطبيب وإيش صحيح. كمان والفوتو تبعته، هذه الصورة. صورته صحيح والام بي تمام اي. بعتقد انه يفترض انه كمان انه من اسم الطبيب انه برايمري كير دكتور، يعني لازم يكون التخصص تبعه موجود، بالاضافه للرقم التعريفي تبعه. من وين بنطال؟ من وين بنجاب يعني؟ لا هو بعد تحت. ما عمل لوجين بظهر تحت. بعد ما فتحت بضغط على هذا نفسه بيظهر عندي الام بي اي، يعني لو ضغطت على هاي صورته هاي 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 موجود، هاي تحت تحت عن... بدون لوجين موجود. صحيح. يعني هي تاسك سهلة كتير وما فيش فيها يعني تعقيد على تمام بالبيوتيفول صوب. بالضبط بالضبط. يعني انه بدور على التاجز اللي انا بدي اياها بلف عليهم كلهم انه يعني بشتغل عليهم. مباشرة الان يعني. اخذت الوظيفة ولا لا؟ لا لسه لحد الآن ما بعتش، يعني هو حتى ما طيب عملش انترفيو أعتقد لحدا. اوكي I am Python programmer. I have 3 years experience in the field of programming and I have the ability to scrap data and images from any site and export them automatically to an Excel file professionally and accurately. I worked on many projects in this field and I can get the work done in 3 days. برضو هذه كويس، يعني هذه نقطة انه انا ما حطيتها في عندي اعتبار برضو في البروبوزل السابق تبعت الانتنت كلاسيفيكيشن اللي هو الاطار الزمني في المشروع، انه يعني انا هنا حددت انه انا حعمل الستيبس 1 2 3 بس تبين معايا الامور، بس انه بناء على هذه الستيبس يفترض انه انا احدد برضه الاطار الزمني، انا حياخد مني شغل اسبوع اسبوعين 3 ايام زي هيك، وتأدى lowest possible price. هذه شغلة انه برضه كتير كويسة انه انت حطيها. انا I'm pleased to contact you. اوكي طيب يعني انا شايف انه هو البروبوزال يعني جيد جدا، و بعرفش يعني ممكن انه انت اذا انترستد في هذا الموضوع بتروحي تعملي انه نوت بوك وتحطيها عندك على الجيت هاب. النوت بوك هذه بتروحي تعملي فيها سكرابينج لويب سايت معين، مثلا اي ويب سايت، يعني مثلا تستخرجي اسعار عملات، تستخرجي انا حاطه في تأج. البروفايل، حاطه في البروفايل انا عندي، بس انه عربي مش انجليزي، لموقع اسمه معروف تمام اشتغلت. اوكي. هو شوفي يعني هو يعني بغض يعني الكلاينتس ناس كسلانه زينا زيهم بصراحه من الاخر. هو لما يجي يختار انه بيجي بتطلع على البروبوزل، يعني لما يلاقي لينكات قدامه انه الاحتماليه انه هو يضغط عليها ويشوف البروجكت هذا اكثر بكثير ما انه هو يروح ويتصفح
البروفايل او معرض الاعمال البورتفوليو لكل واحد زي هيك ويصير يقول انه كذا لا مش كذا، لانه في البورتفوليو انت في عندك جزئيه متعلقه بالداتا فيجواليزيشن، جزئيه متعلقه بالسكرابينج، جزئيه متعلقه بالايمج كلاسيفيكيشن، فهو يعني حيتوه. فانت لما يكون في عندك دايركت لينك بيكون ممتاز. يعني النقطه تاخذوا بالكم منها. البروبوزل يعني جيد، ما اعتقد انه ما فيش يعني مساحة كبيرة للإضافات، يعني غير نقطة إنه تضيف اللينك تبع الشغلة هذه. ممكن إنه ندي لك ملاحظة إنه أنت تعمل بريك يعني لهذا، إنه على شكل جمل زي هيك، بدل ما هو محطوط إنه نص واحد، إنه أنت في الأول إنه زي هيك، إنه أنت على شكل نقاط، يعني مش على شكل نقاط، انه انت تعملي له انه I worked on many projects، يعني مثلا تفصليها زي هيك، انه ممكن يكون اسهل في النظر اكثر بكثير ما انه يكون كله زي باراجراف واحدة، لا هيك انه اسهل readable اكثر، يعني انه زي هيك بس ملاحظتين هذول. بالاضافه لذلك انه حاولي انه انت تدققي الانجليزي اكثر زي ما ورجيت في الجرامرلي، يا اما بتكوني منزلاه على البراوزر، يا اما بتفتحي السايت تبع الجرامرلي وبتحطي الجولز تبعتك وبتحاولي انه انت تشوفي انه تكست ريدابل كلير، كل الامور هذه، لانه بعتقد انه بروفيشنالي اند اكوريتلي اتس نوت، يعني انه من ناحيه لغه، انا بحكي من ناحيه لغه، البروبوزال ممتاز. انا كتبت عربي وترجمته انجليزي بس اللي عملته. اوكي لا مش شو اسمه الان، خليني اورجيكي ايش الشغلات اللي موجوده في جرامرلي، يعني في هذا الشيء. خليني أرجع للهوم بيج هنا نعمل نشوف شو جرامر اللي بحكي على البوست تبعك. فهي نيو وهنا نقول سكرابينج، هاي كنترول في، خليها فورمال، خليها إنه convincing، وهنا confident. اوكي هاجي يفترض انه هالو زي هيك، هي يفترض انه هالو كوما هيك بيكون افضل. تمام هذا عملنا اوريدي بريك، هنا يفترض انه في لينك بدل ما هو ثلاث نقاط، انه and I have، هنا I have the ability، ممكن نختصر هذا الكلام كله I can scrap data، انا confident عندي، انا بقدر اعمل scrap ل data و images from any site and export it to Excel proficiently and accurately. ممكن هنا انه please let me know if you have any queries. Any queries will I lowest possible post ممكن فل ستوب. عادي شغلات انه امبروفمنت هنا في البريميوم اوكي، لكن هنا انه هنا شايفه انه الاوفر اول سكور 85%، يعني انه بده شويه، انه كوركتنس لوك جود فيري كلير انجيجينج تمام، لكن انه كسكور شايف هذه الجمله كلها اتس فيري لونج طويله، يعني في الانجليزي اخذته في الكوتشنج بالانجليزي انه في الانجليزيه عاده مش زي العربيه، بالعربيه انه ممكن تكون الجمله العربيه الجمل اطول بالانجليزي، لكن هنا انه بيركزوا على الشورت sentences. تمام.
فممكن نحن نعملها بريك زي هيك تمام، وهنا إنه أوريدي كمان بريك، وهنا يعني ممكن أعتقد إنه أتوقع إنه 3 years هنا. هنا ملاحظة إنه هذا اللي معلم باللون هذا إنه هي بحكي لي complex sentence، لأنه زي ما حكيت إنه هي جملة طويلة، فيفضل إنه بدل الكوما طويلة. طويلة بالضبط، إنه أنا أحط full stop. فا أوكي ممكن نعمل decide زي هيك إنه هي full stop، وهي إنه جملة جديدة. I can scrap data from any site website. ما فيش داعي على اوتوماتيكلي، وهنا ممكن انا اضيف انه تو اكسل اور اني فورمات يو وانت. فيش داعي على شغله اسمها accurately and هنا ممكن انه looking forward الكلام هذا to hearing from you. هنا انه signature بتحطي هذا، اعتقد انه I'm looking بتصور إنه هيك. دكتور أنت هين بتعدل على أعدل على إنه يعني كبير ملف الوورد إذا في مجال بس أساس أعمل. أوكي دكتور إحنا نكتب البروبوزل على هذا الموقع بعدين نعمل كيف؟ نكتب البروبوزال على جرامرلي بعدين نلتقى على. لا انا هاي جرامرلي انا موجود عندي منزله في البراوزر، فبالتالي انه انا ممكن اكتب هناك مباشره يعني. بس هنا مرات انه انا باجي هنا شايفه كيف السكور ارتفع على 96 كان قبل 85، عرفتي يعني شفتي كيف انا ايش الهدف تبعي، انه يعني انه ممكن بعد ما اخلص كتابته واصلح كل التعديلات هناك اروح اخذه انسخه هنا تمام، وبشوف السكور تبعه قديش وبرجع بعمل له بيست هناك. لكن زي ما شفنا بالأمس انه انا عندي في البراوزر مباشرة بقدر انه اسوي الشغلة هذه لانه البلاج ان اوريدي نازلة يعني. بس هنا بدي معلومات اكتر من ناحية انه قديش السكور، قديش الكوركتنس، الكلاريتي، الانجيجمنت، كل الشغلات هذه يعني انه شغلات بتساعد في التكست. شيك سؤالك برضو ولا لا؟ انا بسال بس كيف ننزل الجرامر اللي عندنا. اوكي يفتح. كيف حتى الموقع نفسه الويب سايت مش راضي يفتح على الكروم، بحكي لي انه نوت سكيور غير امن. هنا في ويب سايت ثواني بس ما سكرت ويب سايت. في غلط انا عندي كان في جوش مو هنا، ملهاش لازمه هذه. بتصور انه هيك انه راح الاليرت من هنا. ممكن أحط هذا أحذفه وأحطه في صفحة جديدة. طبعاً الجرامر اللي كيف إنه أنت تنزليه بعرفش إنه حسب البراوزر اللي عندك يعني. أنت عندك هنا في كروم، في عندك يفترض إنه هاي هذه التطبيقات، أو بتفتحي إنه كرومز نقطتين سلاش 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 أبس، بتروحي على المتجر وعن بعد المتجر تفتحي انه grammarly
فهي فإنه بضغط عليه زي هيك، وإنه أنا عندي إزالة لأنه أنا أصلاً ما هو يعني ضايفه على البراوزر. أو بس لو تقرب الميكروفون أنا مش سامع. نضيفه إكستنشن للكروم. بحكي إيش؟ نضيفه إكستنشن للكروم صحيح؟ صحيح صحيح. نضيفها كإكستنشن للكروم. نعم. أوكي. طيب هذا الملف اوكي، يعني انه ممكن انا ارسل لك اياه هنا هي على الشات. بدك ملف الوورد للانتنت كلاسيفيكيشن، هاي الانتنت كلاسيفيكيشن. تمام، ف هاي الملفين صاروا موجودين عندكم، نشوف البقية إذا كتبوا. نعم ثواني، في ملف أنا في البروفايل تبعي على الورك أب انتبهت قبل شوية إنه عند الفيزابيليتي حاطط لي إنه برايفت، لوكت برايفت، وحاكي إيه؟ إنه بسبب إنك أنت مش ماخدة تاسك يعني، أو إنه إنك غيري لفريلانسر بلس ممبرشيب. أنت قديش لك عاملة الحساب؟ صار لي فترة. قديش يعني من الأشهر يعني بالسنوات؟ لا لا لا، يمكن شهر ونص إشي زي هيك، من يوم ما بدنا مع الأستاذ جهاد. طيب هل شهر ونص تقريبا أو شهرين زي هيك. هلقيت اللي في الأبورك هي عاملة سياسة لتقليل الفريلانسرز لأنه صار العدد كبير كثير جدا. فبالتالي الفريلانسرز اللي بياخدوش وظائف أو إنه بيكتبوا بروبوزل وما حدش إنه هو بياخده، يعني بحط إنه الأكاونت تبعه برايفت وممكن حتى يصل لحد التعليق. فالآن إنه يعني ممكن إنه أنت تحاولي تكافحي بأي وسيلة إنه أنت تاخدي أي جوب على الفريلانسينج حتى ولو $5، بسبب إنه يعني في سبيل إنه الحساب تبعك إنه ما يتعلقش. طبعاً ليش أنا بقول هذا الكلام؟ مع إنه أنا مش كتير متفق معه. الآن شغل الديتا ساينس حقيقة أفضل منصة للشغل، يعني إنه للديتا ساينس هي منصة الأبورك. منصة الفريلانسر دوت كوم فيها شغل ديتا ساينس، بس للأسف هناك يعني بنقدر نحكي عنه إنه هو مستنقع للواجبات الجامعية وواجبات الدراسات العليا وطلاب الماجستير. إنه حلاقي إنه يعني إحنا ممكن المرة الماضية إنه إحنا وجدنا واحد حاطط assignment لإله، تمام، وحكينا إنه هذا مش شغل حقيقي لأفراد أو شركات، إنه هو ممكن إنه إحنا يعني يرفعنا فوق ونكتسب فيه خبرة. فالآن منصة الفريلانسر دوت كوم فيش فيها قيود على انه قد يعني انه انت لازم تقدمي مشاريع او انه انت لازم صحيح. انه انت تاخدي مشاريع وشغلات زي هيك. بس المشكله اللي فيها انه الوظائف تبعت الداتا ساينس هناك اغلبها عباره عن واجبات طلاب للاسف. فاذا انت ضليتك انه يعني استقت هناك، عدا انه الشغله انه هي غير اخلاقيه، انه خلاص بتصير انه انت يعني هذه الشغله مش شغل حقيقي، يعني مش مجدي بالمره. فعشان هيك انه بدك تكافحي في منصة الأبورك انه تحصلي على يعني انا ممكن اعمل لك اياها $5 يعني هذا التاسك كان البادجت تبعته $300، انا حطيت 100 بالضبط. فبحاول انه انا يعني انت شفتي انه هي التاسك سهلة، تمام، وفي سبيل انه البروفايل تبعي يتفعل انزلت من 300 لغاية 100، يعني حتى ممكن انه اوكي ممكن اتفاوض معك لغاية 50 لغاية 50 بسبب انه بالضبط انه في سبيل انه البروفايل تبعي انه هو يصير اكتف. لكن هذا ما هذا ما بيأثرش على انه يعني بروفايلي مر يعني شايفينه الفريلانسر. لا انا بعتقد انه في البروفايل نفسه، يعني خليني افتح المنصة هنا، اعتقد انه في اعداد انه يكون برايفت ولا لا. فاعتقد هنا انا بعت اللينك على الشات تبع البروفايلي موجود على الشاتينج. ما هو إذا برايفت أنا مش هقدر أشوفه، أنا بس بدي أورجيك هنا في لا
ايوه بقدر اغيرها من هنا. ايوه يعني انت ممكن يكون محطوط، اذا شوفي شغله هذه متاحه عندك بتروحي هنا على بروفايل سيتنجز وبتشوفي الفيزابيليتي هنا، انه اذا متاحه عندك تغيريها بابليك بيكون فيش مشاكل. اما اذا يعني شوفي ايش بكتب لك هنا، انه اذا في ريستريكشن او لازم تاخدي مشروع، او انه تمام حسابك، انه شوفي ايش الرساله اللي بيطلع لك اياها وخدي منها سكرين شوت وش اسمه، يعني لو عشان نعرف ايش المشكله بالضبط. تمام ان شاء الله. يسلم يا دكتور، شكرا. العفو. الان نشوف حدا تاني كاتب بروبوزال. مين في برضو انه كتب بروبوزال سواء للمشاريع اللي انا اقترحتها او مشاريع انه زي ناهد، انه هي ما اختارت انه هي بدها تقدم على مشروع عجبها، وانه اشوف له بروبوزال احاول انه اعملكم فيدباك عشان نسكر القضيه هذه. انه يعني هي صرنا كاتبين بروبوزال لثلاث مشاريع، ممكن الداتا فيجواليزيشن، انه الـ Data Visualization Project هايو هذا ممكن أنه نكتب فيه Proposal. أوكي، مع أنه إله يومين مطروح، بس أنه يعني اللي أنا بكتبه أو اللي بحاول أسويه أنه هنا بنشوف كيف أنه بتم كتابة Proposal. فإسراء أو نهال، إسراء أو نهال، موجودين معنا ولا لا؟ أوكي، أنا بكتب على الوورد بس هذا نهال. أوكي، أنت بتكتبي على الوورد بس ما قدمتي إنه بدك تشوفي حالك كيف، برضو إنه خيار كتير كويس. هاي المشروع اللي أنت بعتيه، خلينا نشوف البروبوزل، وهنا نحط نيهال بروبوزل. مش هو ملف وورد؟ اوكي، انا ما حطيتش الاكستنشن تبعته. هذا الـ Data Visualization يعني هان. لا، هاي الـ Develop Model اللينك اللي بعتنا اليوم امبارح للدكتور، مش الـ Data Visualization. الـ Data Visualization كان مكتوب لازم يكون مواطن أمريكي. هاي اللينك الثاني تبع اللي ما اختلفناش مواطن أمريكي، بس احنا بدنا نتدرب على كتابة الـ Proposal. يعني فعشان هيك انه ممكن حتى يعني انا اكتب لها حتى لو ما كنتش انا مواطن امريكي، ممكن اكتب له بروبوزل بس انه نشوف كيف بينكتب. صراحة انا في عندي رهبة في كتابة البروبوزل، فجربت اكتب عوارض ما قدمتش يعني على المشروع. معشان هيك انه ما ماشي لازم انه يكون مواطن امريكي، بس اكتبي له على اكتبي بروبوزل على الوورد وبنراجع سوا، يعني ما تخلي الشغلة هاي تمنعك. الان سؤالي انه هذا البروبوزل لهذا اللي هو اللينك الثاني اللي هو ديفلوب ا موديل كمان. ايوه، شايفاه على الشاشه؟ اه صحيح، هو تمام. اوكي، ممكن ناخذ هذا ونضيفه عندي هنا. اوكي، وانه الديسكريبشن يفترض تاخذي ديسكريبشن الريت تبعه $15، انه اوكي فيكست برايس تمام، وهي جزء من البيانات. هنا هايرز 1 هو استاجر واحد، فبالتالي انه مش مجدي انه احنا يعني كتير انه احنا نقدم للوظيفه هذه يعني حاليا، انا بقصد لانه هي لها 2 دايز اجو، ولكن انه زي ما حكينا انه بغرض انه احنا نراجع الكتابه تبعتنا ونشوف كيف الامور وزي هيك. طيب الآن إنه
هذا البروبوزل Okay, develop a model, predict the volume for product, for one product. The accuracy of prediction around plus minus 5%. وبقصد انه الايرور انه ما يعني الاكيورسي انه بلس ماينس 5% انه ما يعني يفترض لو زادت انه بيكون ممتاز، بس لو يعني لو قلت انه ما تقلش اقل من 5% من السعر الاصلي. تمام، ومحتاج انه يعمل هايبر باراميتر تونينج عشان يعمل امبروف للاكيورسي و اوتوميت ذا موديل تو يوز ات فور مالتيبل برودكتس. هو بده يبدا ببروجكت واحد، تمام، عفوا بده يبدا ببرودكت واحد، واذا طلعت الامور عنده تمام ممكن انه هو يعمل الشغله هذه لاكثر من برودكت. طبعا الشغل هذا بيكلف اكثر من $15 يعني الحقيقه، ولكن انه يعني إذا أنا كنت شغال كفريلانسر وعندي المشاريع تبعتي وعندي الزبائن تبعوني، ممكن أنا أقول له إنه شغل تبعك هذا بيكلف أكثر من $15. ممكن أحكي له إنه هذا ممكن يكلفك $100، إنه أنا أبني لك موديل، أو $50 مثلاً على سبيل المثال، إنه أبني لك موديل لوان برودكت، وكل برودكت جديد تمام بيكلفك مثلاً إنه بحط له تلتين السعر أو نص السعر، يا يعني إما مثلاً $50 في حالة إنه أنا طرحت إنه هذا بمية، تمام، أو إنه في حال طرحته بخمسين إنه ممكن أحكي له إنه كل برودكت أنت بدك تعمله ممكن يعني بدك تعمل لخمسة برودكت إضافية يعني، فبالتالي كل واحد منهم راح يكون 25. طبعا السبب إنه أنا بحكي لكم هذا الكلام إنه جزئية الكوست الاستيميت للكوست والتايم هذه برضو مهمة بالنسبة لنا، يعني عشان انه تكون الامور فير ال $15 اللي هو حاطها كميزانية مش مناسبة. لكن هو المبدأ تبعه انه I'm looking for freelancers with the lowest rate، فبالتالي يعني الشغل كله حيكون كله على بعضه $15، مع انه يعني هو بيحتاج اكتر من هيك، بس هو الميزانية تبعته limited، وعشان هيك انه طريقة اختيار دائما هذه لازم اقرأها، كيف الطريقة اللي بيختار فيها الفريلانسر. في هاي الحالة ما دام انه هو كاتب زي هيك ما بنفع انا اقول له لا 100 او انه اقول له 150، لا مش حيختارني في كل الاحوال. اوكي، لكن انا زي ما حكينا انه هذا اول بروجكت انا ممكن اخده بالنسبة لي إيه، فاوكي يعني 15 دي اول بروجكت على المنصة وممكن اشتغله زي هيك. الآن بس قبل ما أنا أكتب بحب إنه أنا أطلع على البيانات هيك، بس ألقى عليها نظرة أشوف هذه البيانات هي comma separated، فبروح على النص إلى أعمدة وبحط فصلة. هيك فصلهم. داتا ست بسيطة 4 أعمدة، ممكن أغير تخطيط الصفحة زي هيك. أوكي، الآن هذا اللي هو التاريخ إنه 1/7/2018 2/7/2018 and so on. هذا الكلام انه يعني هذا بتطلب انه انا اقسمه لدي ومنث وير. في الير في العادة حعملها دروب، يعني مش حانه انا هستخدمها، لان هو عنده برودكت واحد، انا بتصور انه هذا كله برودكت وان، لانه هو يعني هيعطيني بقية الداتا سيت لبقية البرودكت في حال انه كانت انه الامور تمام. طبعا الواي هنا اللي هو عبارة عن التارجت اللي أنا بدي أعمله بريدكت.
لنفترض أنه الواي أنا عندي هي عبارة عن خبز، تمام؟ فبالتالي أنه الإشي هذا مرتبط بأيام الأسبوع، فهذا الفيتشر أنه كتير مهم اللي هو day of the week، تمام؟ لكن هنا برضو ممكن أنه المنث أنه إحنا نختاره يعني برضو يعتبر كفيتشر إضافي. أوكي، يعني حتى أنا ممكن أعملها هنا مدام أنه الصيغة تبعته زي هيك، فممكن أن أحكي أنه هنا أنه المنث، وأنه أحكي أنه هذا بيساوي بدي أدور بشكل سريع على الإكسل أنه بدي أخذ، أعتقد أنه اسمها substring الدالة Excel substring. ده لا اسمها، انا بحط الاندكس من 7 على 7، نعم ليفت هنا، باخذ من جهه الرايت هنا ميد. اوكي، ممكن احكي له هنا ميد واختار انه التكست اللي هو عبارة عن هذا، والستارت نمبر اللي هو نمتع انه 0 1 2 3 4، والنمبر اوف كاركترز 2. فبالتالي لا، هنا في خطأ، انه نبدأ الاندكس من 1 اعتقد هيك، هيو شهر 7. هذا بكمله على بقية البيانات زي هيك، هذا كله شهر 7، هذا شهر 8، تمام؟ أيوه شهر 8 مزبوط. فأنا يعني دالة الميد إنه هي بتاخد string في الوسط، إنه هيو بنبدأ من الكاركتر الخامس، هيو بعد 2018 بتاخد 4 كاركترز، الصفر 7، الصفر بتاخد هي الكاركتر الخامس، وقديش عدد الكاركتر اللي نبدي إياهم؟ 2، زي هيك. فهذا فيتشر. أوكي، ثواني بس.
اوكي. طيب ليش انا اخترت انه انا بدي الماث؟ طبعا هذا من واقع تجربه انه البريدكشن للكاتيجوري عفوا البريدكشن لقديش كميه الاستهلاك لمنتج معين بيعتمد على يوم الاسبوع بالاضافه بيعتمد على الشهر. عفوا يعني لنفترض انه البرودكت هذا هو عباره عن الخبز، تمام؟ الان في السوبر ماركت نفسه استهلاك الخبز يختلف من يوم ليوم تاني. يعني مثلا ايام مثلا انه الويكند بدنا نعتبرها مثلا خميس وجمعه، قديش انه هو باستهلاك بيكون استهلاك الخبز بالمقارنه بالايام العاديه. فبالتالي انه صاحب السوبر ماركت هو مع الخبره هو لحاله بصير يقول انه والله في اليوم هذا استهلاك الخبز انا بيكون عندي اقل من المعدل، تمام؟ فبالتالي انه لا بدي اجيب كميه اقل عشان ما يتكومش عندي، يعني انه لانه الخبز بطبيعه الحال بخرب، يعني مش زي المنتجات الثانيه. انه زي المعلبات مثلا انه هي بتبقى او بيصير لهاش مشكله. فعشان هيك اليوم تبع الاسبوع بيحدد انه قديش كميه الكونسبشن فيها لها، يعني لحظه بس. طيب اوكي، هذا بالنسبه لليوم. اما بالنسبه للشهر، طبعا بيكون مرتبط هذا الكلام انه يعني على سبيل المثال انه هذا الموسم او الفتره هذه، يعني مثلا شهر 7 انه هذا الشهر انه بيكون فيه اجازات مثلا، او شهر 9 بيكون موسم العوده للمدارس، فبالتالي انه بيكون الاستهلاك متاثر بالعوده للمدارس والعوده للشغل. او مثلا ممكن في بعض البلدان شهر 8 بتكون البلد كلها ماخذة إجازة، يعني من الصعب إنه أنا إنه ألاقي إنه في شيء ما يعني إنه شغال أو مفتوح. فبالتالي بيعتمد من بلد لتاني. فهذه يعني بحكم الخبرة العملية عند السوبر ماركت إنه فعلاً إنه هذه الشغلات إنه بتحدد إنه إيش كمية الكونسبشن لهذا التارجت تبعك، تمام؟ فبالتالي هاي داتا سيت اللي انا بدي اشتغل عليها، وممكن انا اشتغل عليها كتايم سيريز. لحظه بس.
طيب اوكي، بعتذر على المقاطعه معلش. اوكي طيب، فخلاصة الكلام، خلاصة الكلام انه في سوبر ماركت معين انه البرودكت هذا انه الكونسبشن بيعتمد على اليوم وكذلك على الشهر، اذا كان الشهر هذا موسم عودة مدارس او مثلا موسم استهلاك على سلعة معينة مثلا زي هيك يعني، فبالتالي انه بيأثر بشكل كبير على هذا الاطار. فبالتالي انه البروبوزل المكتوب I have a good experience in data visualization using Python. الآن هذه شغلة مش related لنهال، يعني هو مش طالب prediction model، مش طالب data visualization. And I worked on many projects in prediction model and I did improvement in by hypertonic hyper parameter. هذا العكس، hyper parameter tuning. فبالتالي إنه يفترض انه انت تعملي تشيك للانجليش افضل من هيك بكتير. You can find sample of my project at my Kaggle account notebook. يفترض انه تحطي اللينكات مباشرة لانه هو ما عنده استعداد انه يفتح الكاجل account عندك. يعني هل انت اعتقد انه عندك اشي واربعين او اشي وخمسين notebook، فهل تتوقع من الكلاينت انه هو إنه يستعرض هدول الخمسين نوت بوك على الكاجل إنه عشان إنه هو يطلع هدول الشغلات؟ فممكن إنه أنت تحكي له بشكل عام، وممكن إنه أنت تدي له اللينكات بشكل أساسي بشكل مخصص عفوا للشغلات هذه. الآن أنا بدي أكتب البروبوزل، تمام؟ طبعا هذه الشغلة إلها علاقة بالتايم سيريز، يعني بطبيعة الحال لأنه أنا بدي أطلع على البيانات زي هيك. أوكي فهمت عليك، يعني بس إنه ممكن إنه المرة الجاية إنه أنت تحط الروابط هيك إنه عشان إنه أنا يعني أعتبرها إنه هي البروبوزل بيرفكت. طبعا الكونسامشن يعني ممكن نعتبر إنه الكونسامشن تبع يوم الأربعاء بيعتمد على الأحد والاثنين والثلاث، تمام؟ فبالتالي بدنا نرتبها على شكل تايم سيريز إنه هو يعملها كويندو زي هيك. فبالتالي هنا ممكن أنا أبدأ البروبوزل بالكتابة إنه زي هيك، إنه هاي أو هلو، I worked on many regression أو بين قوسين أحطها prediction projects okay and I can perform feature engineering. ممكن أحكي له أشرح له إياها شو هي معنات feature engineering، إنه أنا أعمل derive ل new features، وممكن إنه هي كوما وإنه as will as working on time series data. فبالتالي انه هذه واضح انه فيها فيتشر انجينيرنج، انه هي طلعت فيتشر جديد من البيانات هذه. فبالتالي انا ابرزت له اياها هيك انه بشوف انه انا فاهم، تمام. اوكي البيانات سهله جدا، مجرد انه انا ارتبها كويندو، تمام، وانه ممكن اوضح له هذه الستبس تو بيرفورم to achieve the project. واحد
prepare data and derive new features. اللي هي موضوع feature engineering. هنا إنه prepare data, derive new features. وهنا split data into train and test. بعدين هنا build. هنا arrange data as time series window. قليلو we can discuss the window size. إنه أنا بدك إياها 3 أيام، بدك إياها أسبوع، أو ممكن إنه أنت يعني تحكي له إنه يعني مش حينفع إنه أنت تخليها كيوزر إنبوت، لأنه كيوزر إنبوت إنه يفترض إنه يكون إنه الموديل إنه بيلت، إلا إذا كان إنه أنت عملتي موديل 3 أيام، موديل 5 أيام، موديل لأسبوع، زي هيك يعني. تمام. والخطوة الثالثة إنه بيلت machine learning model using مثلا R and N. ممكن نستخدم الـ R and N أو ممكن نستخدم regression or regression or ممكن أجرب لك التنين. والخطوة الثالثة إنه repeat the same steps for other products. هيك أنا وضحت له خطوات، عملت له breakdown للمشروع. الآن لما في مشاريع تانية لما بدي أقسمها لمايلستون، فبالتالي إنه ممكن أحكي له إنه هذه 1 و2 أنا بدي أخذ عليها نص المبلغ. تمام؟ أي نعم هذا مشروع صغير، 15 دولار مش هيكون إنه applicable عليه هذه الشغلة، ولكن إنه برضو إنه يعني في طريقنا يعني وفي الشرح وإحنا بنكتب بوضح هاي الشغلة إنه 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 أنا بعمل breakdown وبحكي له إنه هدول التنتين ممكن 50 دولار، وهدول التنتين مثلاً 50 دولار، هاي 100 دولار يعني زي هيك. تمام. وممكن أحكي له إنه هذه بتأخذ مثلاً one day زي هيك، وهذه إنه أو بعتقد إنه 1 و2 إنه ممكن تأخذ. أوكي خلي هذيك يوم إنه أوكي يعني هاي 2 days. ممكن أحكي له يا هنا إنه زي هيك 1 and 2 takes 2 days. 3 takes 1 day. And 1 day for each other products. تمام. هي انا لو بدي اعمل استيميت للكوست بغير عن البادجت تبعته، تمام، ممكن انه احكي انه ستيبس 1 و2 دي 50 دولار، ستيبس 3 هذه ممكن أنا نقدر الحين إنه أنا أبني موديل إنه أوكي 50 دولار لبناء الموديل، وشغلة إنه الآن يعني كل موديل كله على بعضه ممكن أحكي إنه هو يعني مجرد إنه تلت المبلغ أو نص المبلغ إنه $50. بير موديل أو برودكت.
نحكي برودكت. اوكي فهيك صار في تقسيم للتايم وتقسيم للشو اسمه. الان ممكن نحكي انه you can find similar prediction projects at بعتقد انه كان في عنا كتير انه الهاوس برايس والشغلات زي هيك انه هاي لينك يعني يفترض ان يكون في عندي اتليست 3 لينكس تمام. Please let me know if you have any questions. I am looking forward to hearing from you. In our best regards, we need. الآن بتلاحظوا إنه النقطة اللي أنا بدي أحكيها إنه الداتا سيت اللي موجودة هنا فعلاً ساعدتني في إنه أنا أعمل استيميشن للبروجكت يعني كيف. عشان هيك في البروجكت تبع أسيل تبع الانتنت كلاسيفيكيشن أنا طلبت سامبل من الداتا. يعني دائماً نتعودوا زي هيك إنه أنتوا تطلبوا سامبل من الداتا. يعني هذه السامبل اللي هو معطيها أصلاً هذه مش بيانات يعني يعتبر إنه بس إنه يعني 800 إنه سجل it's nothing يعني داتا ست صغيرة يعني تعتبر كسامبل. الآن السامبل تبعت البيانات بتخليني أتخيل البروبلم أكتر وبتساعدني أكتر في تقدير التكلفة وتقدير الوقت. فعشان هيك يفضل دائماً انه اطلب سامبل من البيانات قدر الامكان. طبعا هذا البروجكت انه اوريدي ادانا سامبل من البيانات فبالتالي يعني ساعدني انه انا اقسم البروجكت لستيبس زي هيك. في البروجكت تبع اسيل طلبنا سامبل من البيانات وممكن انه يصير فيه اخذ وعطاء مع الكلاينت من خلال المنصه لغايه لما انه يصير فيه عندنا كونتراكت يعني. هاي هذا البروبوزل الثاني. في جزئية أوكي أنت حكيها هنا إنه بدنا نعمل هايبر تونينج للباراميترز. أوكي ممكن أنا أوضحها هنا هذه إنه أوكي تذكرتها بيلد ماشين ليرنينج موديل ممكن نحطها إنه كستيب إضافية وبالتالي هنا ستيب 3 و 4 هيك بتصير حرزانة إنه $50. ستيب 4 باراميترز هايبر او هايبر باراميتر تونينج تمام اللي هو بحدد ايش هي الباراميتر. ايش هي الباراميتر؟ انه احنا بدنا نختار الالجوريثم هي البست الجوريثم والبست ويندو. في عندي شغلتين انا بتعامل معاهم هنا في هذه البروبلم انه ايش افضل الالجوريثم. حكيت له بدي اجرب لك ار ان ان وريجريشن حجيب لك مين الافضل. والشغله الثانيه انه ايش افضل ويندو هنحطها 3 5 7 حجرب لك اكثر من واحده تمام باستخدام الهايبر باراميتر وتجيب لي انه ايش هي البيست موديل زي هيك. فا كويس انه انا لقيت نظره هنا وتذكرت هذا الموضوع تمام. ممكن هنا أضيف له تفصيل إنه using ASCII learn machine learning library and TensorFlow هيك ممكن إنه أوكي يعني بضيف تفصيله يعني ممكن إنه أضيفه لو فبالتالي انه هذا البروجكت انه هاي صار فيه تفاصيل كتير بغض النظر على البادجت تبعته يعتبر كاكزامبل انه كتير جيد انه احنا نشتغل عليه. وخليني ارسلكم اياه
تمام. غير نهال، اوكي هيك خلصنا تقريبا انه الكل. اسراء، اسراء اوكي اسراء، حاولي انه انت تقدمي على ما على على مش على مشاريع تمام، وتحضريها المره الجايه انه نشوف كيف انه كتابتك للبروبوزلز. ايش هذا المشروع يا ناهد؟ ايش هذا اللي انت هو رابط مشروع نازل على الاب وورك، بس حابه تشوفه حضرتك، بس اعطيني يعني. انا ما كتبتش لسه بروبوزل فيه، حابه اكتب بروبوزل. وبعدين هو عنده داتا ست، بس مقترح انه احنا نعطيه تجريب على الامنست داتا ست اللي احنا اشتغلنا عليها قبل هيك. طالب الكود يعني. لا انت مش جايبه لي رابط المشروع، انت جايبه لي رابط السيرش. يعني انت كيف يعني انا هو هيو فتح اللي هو البي سي اي اند كي مينز صحيح. اوكي هاي اوبن ويندو، هذا الرابط الصحيح للمشروع. وباعت وورد، هو ملف وورد معه. يعني شايفه كتير المشروع. اوكي هذا السكيلز المطلوبه. ومن استراليا، بيمنت فيريفايد، شغال كويس. هذا انفق اكثر من $200، مش كتير يعني، بس انه يعني اوكي. Perform BCA in a given dataset. Improve k-mean clustering. Refer to the document with more details for more details. هاي التاسك. اوكي طيب. You are required to write code to perform PCA on a given dataset. عندك فكرة إيش هي PCA؟ اللي هو بعمل reduction لل dimensionality. بالضبط. Principal component analysis. بعمل reduction لل dimensionality. Reduction لل dimensionality باختصار يعني للبقية. إنه على سبيل المثال لو عندي dataset فيها مثلاً 100 عمود. ففي البي سي اي بروح انا ممكن اختصرهم ل 30. انا بقول له انه اعمل لي ريديوس ال 100 هدول، اختصر لي اياهم ل 30 او 10 او كذا. فالبروسيس انه ماثيماتيكالي انه رياضيا انه هي بتعمل بروجكت للديتا من سبيس لسبيس لنيو سبيس، فبالتالي انه بتكون الدايمنشن فيها اقل. البي سي اي موجوده في الاسكي ليرن، وممكن انه تشتغل عليها بشكل كبير. اوكي بعد ما انه انت تشتغليها، بتشتغلي على الكلاسترينج، على الكي مين كلاسترينج. After performing BCA you are required to use various classification algorithm. لا بده classification وبعديها بده انه implement كي مين كلاسترينج to group data. طبعا هذه الشغلات كلها straight يعني. احنا اشتغلنا عليها اصلا classification. بالضبط. CNN اشتغلتها انا بالCNN وجبت فيها كيورسي كويس يعني. كان قصدك الامنست؟ الامنست بس اشتغلت على الCNN فيها. تمام. عملنا كلاسيفيكيشن بالCNN. اوكي. You will use a sample version of amnest dataset to test your model. It contains images for training يحتوي على 6000 وتست 1000، هي عبارة عن 28 28 الداتا سيت اللي بده اياها هو الامنست. انتوا اشتغلتوا عليها قبل هيك، بس ما طبقنا عليها بي سي اي. صحيح ما طبقناش بي سي اي، بس عملنا كلاسيفيكيشن عليها. صحيح. طيب الان في الاسكيلر، في هنا من ضمن الشغلات
classification regression clustering. في هنا dimension, في section أنا عندي هنا لل dimensionality reduction. تمام, reduce the number of random variables to consider. تمام, وهنا إنه الابليكيشن إنه عشان نعمل visualization أو إنه increase efficiency. فالآن هنا في عندي feature reduction. أوكي, feature reduction في أكثر من method هنا مش مذكورة ال PCA. فأوكي نشرح أو نبحث عليها هنا PCA. decomposition. Principal component analysis, linear dimensionality reduction using singular value decomposition. فبالتالي إنه project it to a lower dimension space زي ما ذكرت. تمام, هاي الالجوريثم, هاي في example عليه, هاي الداتا سيت تبعتي وبحكي له هنا number of components إنه أنا بحدد قديش لنيو dimension. تمام, بعديها بروح بطبق عليها classification algorithm. ممكن استخدم random forest, ممكن استخدم اي حاجة. الان بعد ال dimensionality reduction ما بنفع انه تستخدم عليها CNN. CNN احنا كنا نقرأ البيانات هنا في الداتا هاي انه as صورة بالضبط. كنا نحكي له انه كنا نحولها كنم by array إنه كبيكسلز 28 في 28. فالآن الدايمنشنز أنا عندي راح يعني راح تكون إنه هي مختلفة, فبالتالي إنه مش راح تكون إيمج, فما بنفع إنه إحنا نطبق عليها CNN. هذي بدك تاخديها بعين الاعتبار. الشغلة الثانية هي إنه بدك تجربي أكثر من ألغوريثم. يعني ممكن تجربي مثلاً راندوم فورست, ممكن تجربي نيورال نتورك عادية وتشوفي إنه إيش بتاعك. الآن بخصوص الكيمين, الكيمين أعتقد إنه هنا لو رجعتي على الصفحة الرئيسية هي كلاسترينج إنه أول واحد هيو الكيمين. فبالتالي إنه على الداتا تبعتي إنه هاي مثال بتلاقي تحت. The clustering the text document. لا ما بدنا من clustering the structured data. No. No. Mean shift. Spatial clustering. هاي الاكزامبل حيكون هنا, هاي انه هاي الاكس هاي الداتا تبعتي, هاي طبق انه اعطيني انه كلاستر انه عدد الكلاستر بتساوي 2. تمام, وهنا بطلع كلاستر سنترز زي هيك. ممكن حتى اعملها فيجوالايز. ف يعني انه 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 اتس ستريت انه انت ممكن تشتغلي على هذه الشغله. الان انه MATLAB Python. اوكي بنختار Python. ال PCA and Kima key, key, شو اسمه key mean.
of the code should not rely on the third party toolbox. يعني في الماتلاب بدك تستخدمي كود ماتلاب، في البايثون استخدمي كود بايثون، عادي مش مشكلة يعني. نمبي You are also required to submit a report أقل من 10 pages PDF format بيحتوي على التالي اللي هو algorithmic decomposition of PCA. الشرح تبعه موجود يعني، حتى أنه هي ورجيتك إياه هنا أنه بيشرح على PCA تمام أي الشغلة النظرية تبعته. ممكن أنه أنت تجيبي يعني أنه هي تقرأي أكثر عنه بتجيبي. والالغوريثميك ديسكريبشن اوف كي مين، كيف بيشتغل الكي مين، وهذا انت اوريدي درستيه سابقا بتصور تمام. فور تاسك 2 سام اناليسيس اوف يور امبلمنتيشن، يو شود بلوت ايرور كيرف اجينست ذا نمبر اوف ريدوس دايمنشن تمام. هذه وتاسك 3 و4 اناليسيس انه بده تحليل يعني زي تعليق على النتائج تمام. يبقى in summary you should submit number one الcode ورقم number two إنه الreport. أوكي نيجي الآن لكتابة الproposal. بس خلينا نعمل rename للفايل إنه هذه عبارة عن PCA زائد classification زائد cluster. اوكي زائد انه اوكي الهاش انه اند اوكي هلو أنا ممكن أنا أحكي له في إنه معرفتي بهذا المواضيع إنه I have. أنا ممكن أنا أختار إنه مثلا على سبيل المثال إنه أنت عندك معرفة بهذه الشغلات إنه أكثر من 5 سنوات أو 3 سنوات years of knowledge or experience of working with PCA classification and clustering algorithms. Okay. يعني احنا ممكن انه احنا يعني خلينا نطلب structure تبع يعني نطلع بالخلاصة بهذه الشغلات اللي هي عبارة عن الستركشر تبع البروبوزل. طبعا هذه فيش فيها صح وغلط. ببدأ بجريتينج تمام، بعدين هنا وانه relevant experience، يعني بحكي انه انا عندي خبرة في كذا، اشتغلت على كذا. relevant relevant experience تمام. of project proposal رقم واحد، رقم اثنين relevant experience، رقم ثلاثة اللي هي انه احنا كنا نحكي عن موضوع انه break project step estimate time and cost ask for sample data. طبعا اذا ما كانتش هنا if not provided in a show I'll provide some links or similar projects. ممكن هذه انقلها هنا هيك
ask the client for any information. يعني أي معلومة أنا بحتاجها عشان أنا أحدد أو أقرر في المشروع أن أنا إيش بدي أسوي لك، ممكن أطلبها يعني من الكلاينت. وهنا إنه closing، طبعاً closing اللي يختي تمية الرسالة إنه أنا I'm looking forward to hearing from you، I will be happy to work with you، كل الأمور هذه. وهنا إنه and signature. اوكي، فهذه العناصر اللي بدها تكون موجوده عندي في البروبوزل. فبدا هنا I have 5 plus years، بحاول كل مره اكتب بطريقه مختلفه. انا عندي يعني معرفه او I'm familiar، او ممكن انه يعني الجمله هذه اعيد كتابتها بطريقه مختلفه. I am familiar with، familiar with، أو ممكن أن أحكي إنه I have worked on with several projects. تمام، هذه الجزئية أنا بدي أحكي عنها إنه هي meeting، وهذه الجزئية إنه relevant experience. ممكن أحكيها بصيغة مختلفة زي ما شفنا إنه هذول الثلاث جمل إنه بتحكي يعني نفس الصيغة. تمام، وساعتها إنه please مثلاً have a look on a similar project. Similar projects at when I'm top the links. My previous similar projects. هيك إنه الستركشر أوضح. تمام، وشو بحط كمان؟ بدي أحط كمان إنه أنا I am familiar in addition I am familiar with Amnest data set. أو for simplicity ممكن إنه هذا الكلام كله بدل ما أعمل repetition أقول إنه and with Amnest data set. تمام، الآن أنا ممكن أقسم المشروع حسب التاسك اللي هو بده إياها. فبالتالي إنه هو بده الكود المتعلق بالبي سي اي بجزئية الكلاسيفيكيشن وبجزئية الريجريشن. فممكن إنه steps below is below are my steps to achieve the project. أو ممكن أحكي إنه the milestones، يعني خلينا نغير the milestones of the project. Okay، the milestone number one، apply PCA on Amnest data. تمام، هذا إنه بعمل إنه cost
تايم. أنا بقدر إنه أنا بتصور إنه ممكن إنه البادجت اللي هو حاطتها في المشروع هذا وحاطط $30 كلها على بعضها $30، بس هنا حاطط I am looking for a mix of experience and value. فبالتالي إنه intermediate ممكن إنه هو يقسم لأكثر. أنا بتصور إنه ممكن إنه خليني أزود هذه المرة إنه أكسر الحاجز بدل ما هو 50-30، فبالتالي إنه apply PCA فبدي أقول له إنه هذه راح تكلفك $10 وحتاخد one day. تمام؟ أو بلاش one day, it's too much إنه one day, فبالتالي إنه بدي أخذ مثلاً ستيب واحد واثنين إنه أخليها one day يعني, أو أوكي هاي ما فيش مشكلة one day. إنه في الكلاسيفيكيشن أنا بدي أجرب أكثر من كلاسيفاير هنا إنه build أو إنه tier four مثلاً إنه classification of unmixed data إنه هنا يفضل إنه أحكي الالجوريثمز عشان إنه إحنا نتفق لازم يكون عددها محدد يعني هنا في الكونتراكت إنه أذكر إنه أنت قلت بدك مثلاً الالجوريثم كذا وكذا وكذا فبالتالي إنه هنا بنفعش نستخدم CNN فممكن أحكي إنه random forest ممكن أحكي decision tree ممكن أحط algorithm ثالث إنه ممكن إنه أنت تختاري أو هو يختاره يحدد إنه مثلا هنا for وهنا using مثلا tree algorithms خليك إنه specific إنه خلاص إنه تتذكر هذه هذا ممكن إنه إحنا نحكي إنه بكلف إنه أوكي تأخذ $10 لأنه أنا بدي أعمل الإكسبرمنت على أكثر من ألجوريثم وحتأخذ مثلاً 2 days والخطوة الثالثة إنه perform clustering using k-mean بس one algorithm أوكي وهنا انه ممكن نحكي انه equalization اللي هو طالبه برضو ممكن انه يتاخد دولارز انه 2 days فبالتالي انه هي 20-50 دولار ويعني زي هيك فبالتالي انه بس ضايل الريبورت احنا ما عملناهوش فبالتالي انه اوكي ممكن انه ممكن هذه إنه أوكي 15 وهنا إنه الريبورت وبحكي إنه إيش المطلوب في إنه description of PCA بقية الشغلات يعني طبعا بحط الكونتنت تبعته زي ما هو طالب تمام هذا هو طالبها بالضبط انه 1 day $5 اوكي فبالتالي انه بحكي انه 6 days and $50 اوكي تمام ايش ضايل عنا انا بريك داون وهنا ask for sample data موجود البيانات ask client for any information مش موجود وهنا closing وهنا اوكي انه I am looking for بقية الجملة وهنا انه please
let me know if you have any questions. وهنا no best we know it. تمام. بتصور إنه يعني ممكن تاخدي هذه الشغلة. أنا ما بديش أكرر هذه البروسيس، أعمل ريبيت لهذه البروسيس، أو أوكي ممكن إنه أخدها، بس خليني أكمل. looking forward. looking forward to hearing from you. تمام. وهنا إنه description of PCA key in which command wheel classification algorithms. اوكي ممكن اخذ هذا كله، اكيد حمسح الشغلات هذه اشوف كيف شكله في جرامرلي. هنا في جرامرلي بدي انه PCA هنا أنا confident confidence done. هذا بدي المسح. وهنا في أخطاء كتير، أكيد واضح عندي إنه في أخطاء كتير. لقيت الجمل هدول إنه إحنا حكينا إنه هي مقاربة لبعض، فححذف منها. ها خلص خليت هذه الجملة. و نضيف هنا that. That means 6 days and $50. Previous فيها خطأ. Have a look at. هذه برضو يعني أخطاء شائعة. إنه look at. بدون لينك. وقاعد عماله بحسب السكور 91. تمام. Very clear, very engaging, just right. Okay, يعني everything is right. ناهد ليش في هذا خطأ؟ في شغلات متقدمة. عشان نام يمكن مش متعرف عليه. Okay. في شغلات متقدمة. ولينك هتعمل مشكلة ان احنا نستبدلها بلينكس. بالضبط. وهذه انه 3 algorithms انه اوكي يعني بس بتصور انه يسكور انه هيك كويس نوعا ما. بتصور انه هذا البروجكت انه ارسلكم الملف. تمام يسلم يا دكتور. دكتور انا ما ولا ما وصلني من الشات. كيف مش سامع الملفات؟ ولا ملف وصلني على الشات. مين اللي بحكي؟ دعاء. ايوه محطوط هنا في to everyone in the meeting. طيب انا ايش ممكن اسوي؟ ممكن انه يكون متابعه على الكلاس روم اذا انتم حابين.
وبالتالي إنه الملفات هذه كلها بالإضافة لملف الكوتشينج هينحطه هنا. أوكي. في ملف مفتوح. نعمل حفظ. ونختار هنا كملف إكسل. أوكي. عشان نعم ما ظبطش. أعتقد هي إضافة من جوجل درايف ملف. أعتقد إنه هنا سم بروجكت بروبوزلز. يبدو أنه لا مش هيزبط. خليني أعمل إضافة ملف. نبغى نتصور إنه يقبل عدة ملفات. تمام. هيك بتصور انه اي حدا ممكن انه اي هذه كل اللي انا كتبته اليوم موجود عندكم للمشاركة وللفائدة للجميع. دكتور بس سؤال اخير، هل مشروع زي هذا الواحد يشتغله كاجل افضل جوا الكاجل ولا يشتغله على الكولاب ولا ما بتفرقش؟ والله انه بتطور اسهل في إنه التسليم، قصدي عشان تسليم الكود وهذا مين الاسهل؟ هو طالب نوت بوك. في الكاجل بتقدري تعملي داونلود لنوت بوك، وفي الكولاب بتقدري تعملي داونلود لنوت بوك. مش هتفرق بتصور يعني. لا مش حكايه مش هتفرق، بتصور انه في الكولاب افضل، لانه في الكولاب انه نوت بوك بينضاف جديد على البروفايل تبعك، انه هذا كبروجكت انه انت اشتغلتي مع كلاينت، فبالتالي بينضاف عندك على محفظه الاعمال. لكن في الكولاب مش هتقدر يعني الكولاب كويس، لكن مش هتقدر انه انت تسوي الشغله هذه. يعني كاجل افضل بالضبط، لانه انت النوت بوك بتقدري تحفظيه عندك كشغل مرتبط ببروفايلك في على كاجل. لكن في الكولاب لا مش موجوده فيه الشغله هذه الميزه، فبالتالي بتصور على الكاجل افضل ان شاء الله. تمام. طيب احنا لو رجعنا لملف الكوتشينج هذا، انه ايش المواضيع اللي فيه؟ يعني احنا في موضوع writing proposal نقدر انه يعني هذا، خليني افصل هذا انه تمام. هذه مواضيع الكوتشينج، وهنا بدي أحطه في موضوع بروبوزل جديد اللي هو أعتقد اسمه Machine Learning Teacher. كان بده هذا البروجيكت. لا ننسخها هنا في ملف منفصل أحسن. تمام. طيب الآن مواضيع الكوتشينج إحنا هنا في writing proposal حابين نأخذ كمان جلسة كمان في writing proposal. أنا حابب إنه أنتوا برضو كمان بدي كمان جلسة إنه أنتوا تكتبوا، يعني خلينا نحطها كassignment هنا وتسلموني البروجكت هنا على الكولاب عشان نسكر هذا الموضوع بالمرة. فبدي إياكم إنه أنتوا تعملوا browse
أو استعراض للمشاريع على الـ على الـ على الأبورك. تختاروا لكم ثلاث مشاريع على الأقل وتكتبوا لها بروبوزل، وبدي إياكم تسلموني ملفات وورد. المطلوب في ملف الوورد رقم واحد إنه أنت تسلمي اللينك تبع البروجكت، تمام، عشان أرجع له في حال إنه أنا بدي تفاصيل، وتنسخي الديسكريبشن تبع البروجكت نفسه، وتضيف المعلومات الثانية اللي هي البادجت والشغلات هذه. يفضل إنه أنت تاخديها كسكرين شوت، بالإضافة إنه أنت تنسخ التكست، يعني بدل ما إنه أنت تقعد تكرري في موضوع البادجت والسكيلز الريكوايرد والشغلات هذه، ممكن أسهل حاجة نسخها هي يعني ممكن أعطيكم هنا تمبليت. هنا أعمل تمبليت بروجكت بروبوزل تمبليت، تمام. أول حاجة اللينك of the project، بعدين title، بعدين description، بعدين screen shot، تمام، لأنه بدي موضوع البادجت والسكيلز إلى آخره من الشغلات هذه، تمام. وبعديها إنه هنا your proposal proposal، وخلينا نحطها في صندوق يعني زي هيك عشان يكون يعني شيء مميز. وهنا إنه ال points، لا إنه guide، اللي هي النقاط اللي إحنا ذكرناها حطيناها هنا في أعتقد في مشروع ناهد، أعتقد إنه في آخر كام يمكن يصير إنه مواضيع مرتبة أكثر. لا حتى نهال ناهد اللي هو هذا تبع البي سي اي، اللي هو هذا النقط. تمام، وهنا your proposal، هذا عبارة عن التمبليت، حط لكم إياه على نوك assignment. write 3 real project proposals. using from طبعا بطبيعة الحال إنه from Upwork، using the template attached، we تمام. طبعا هذه تسليمها يوم الأحد أنا بدي أطلع إنه إيش كتبته عشان إنه إحنا نسكر موضوع البروب ونبدأ في مشاريع تكنيكال. لو بدكم أي حاجة تانية في موضوع الفريلانسينج ممكن إنه إحنا نرجع له، تمام، بس لازم برضو تقدموا على مشاريع وتضلكوا إنه تسألوني باستمرار إنه هذا المشروع ممكن أشتغله ممكن ما أشتغلوش، هذا البروبوزل إنه كويس إيش رأيك فيه، زي هيك. بدي لو بدك تكتبي أكثر من ثلاث مشاريع برضو أوكي، يعني
لو بدك انه انت تكتبي بروبوزل وتقدمي لها برضه اوكي، بس انت تحفظي لي اياها برضه على 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 ملف وورد. لو بدك تكتبي بروبوزل بس بدون ما تقدمي، بس انت بدك تشوفي حالك كيف الكتابه وتكتبيها على على بس انه على على الوورد برضه انه اتس اوكي، يعني في في الفتره هذه بس يعني سماح، يعني ما بتمشي الامور. لكن لازم تكتبوا، لازم اشوفكم كيف في الكتابه عشان انه نقدر نحدد كيف مستواكم واعمل اعرف اعمالكم توجيه وين المشاكل الموجوده عندكم. تمام، فبعديها خلي هذا يبقى، خلينا في المنطقه هذه لغايه الجلسه الجايه، وبعديها ان شاء الله بنبدا في المشاريع التكنيكال، او اذا في عندكم شغلات ثانيه في الفريلانسنج انه احنا ممكن نحكي عنها. اوكي دكتور، بالنسبة للموعد حكيت له نحوله مسائي. هو تقريبا في موافقة من الأغلبية. تمام، طيب إيش المواعيد اللي بتناسبكم؟ الأغلب بعد 7 من 7 للـ10. مناسب. الآن 1 و3 و5، ولا ممكن بيصير يعني 7 و2؟ يعني لو حكينا إنه يعني أنا في الحقيقة 1 و3 في عندي شو اسمه، في عندي محاضرة المساء، فممكن إنه 7 2 5. نشوف البنات اللي يعني إذا موجودين أغلبهم بنشوف على هان يعني وافقوا أو على جروب الواتس. أوكي، تشوفي تتكفلي بالموضوع هذا، انه ممكن انه انت تسالي البنات انه سبت اثنين 4، اذا الكل موافق خلاص بنحول يعني على شغل بك في القصه هذه. ام بسيطه ان شاء الله، اليوم بشوف وبرد لك خبر ان شاء الله. طيب هو الوقت انتهى، يعني اذا في يعني اسئله هيك على السريع ممكن اخذها، او اذا ما فيش خلينا ننهي اللقاء. تمام، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، يعطيكم العافية جميعا، ونراكم إن شاء الله الجلسة القادمة. يعطيكم العافية.